كما احتفلت الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في موقع معمودية السيد المسيح المختص بمناسبة عيد الظهور الإلهي، وذلك بقداس إلهي أقيم في كنيسة ماركو الرابيت، ترأسه الأرشمندريت إفيديس إبرجيان النائب البطريركي للأرمن الأرثوذكس في الأردن، بمعاونة عدد من الشمامسة وحضور جموع أبناء الرعية. وفي ختام القداس توجه المؤمنون إلى ضفة النهر ليشاركوا أبناء الرعية المحتفلين على الضفة الغربية، ويترأسهم غبطة البطريرك نورهان مونجيان بطريرك القدس للأرمن الأرثوذكس بمعاونة عدد من الآباء الكهنة وجموع من المؤمنين. وفي لقاء خاص لنورسات الأردن مع الإرشمندريت إفيديس إبرجيان أشاد فيه بعظمة وقدسية هذا المكان الذي تعمد فيه السيد المسيح، كما أثنى على جهود القيادة الهاشمية باهتمامهم الكبير بهذا المكان المبارك. أهمة المقدس لأنه ضروري كتير، لأنه هو رمز للسلام، هو رمز المحبة، وهو رمز أنه بيجمع كل الناس مع بعض وبيعطي روح المحبة وروح السلام. بوجود غبطة البطريرك الأرمن بالقدس وبالعمان، هو إجا احتفل معنا مع بعض من طرف التاني الغربية، واحتفل عيد المقدس بالنهر الأردن، ونحن الأرمن بالعمان جينا ونحتفلنا مع بعض. كاهن أفيديس هو لأول مرة بعد تعيينه رسمياً بيحتفل بعيد الظهور الإلهي في هذا الموقع المبارك، والعدد الموجود عدد الحضور مش بطال. كجالية أرمنية احنا جالية طبعا صغيرة جدا، وأنا ابن الكنيسة، ودعوة لكل المسيحيين والأرمن بالعالم يجوا لهذا الموقع المبارك، يتباركوا من مياهه اللي تباركت بتعمين السيد المسيح، زي ما كل الكنائس الحديثة اللي انشئت بالموقع هي أصلا رسالة لجذب المسيحيين من كل العالم لهذا الموقع المبارك.